تنسيقيه يعني ماشي نقابه وحده اللي هي داخله بالاسم ديالها، حنا تنسيقيه بخمسه بينا كناضلوا من اجل الكرامه، من اجل الحقوق ديالنا، من اجل استرجاع المكتسبات. كنشوفوا بان الجماعه غادا بلا مسؤول، يعني ما كاينش تفويضات بالاسم كاينين، ولكن المشاريع كتوقع ملي كنجيو لشي حاجه اللي هي ديال الاجتماعيه ولا شي حاجه اللي هي ديال الموظفين ما كتوقعش. علاش ما كاينش شي واحد اللي هو مسؤول في الوقت اللي كياخذ واحد المبادره وكيجلس معاك كتقول على الاقل نسيت لقيت واحد الانسان اللي غادي يحاورني وغادي فرمشة عين، يعني كيدخل كيخرج اتفق معاك على واحد الاطار، من بعد يقول لك لا ما نقدرش نوقع. علاش انت عندك تفويض وما تقدرش توقع؟ علاش؟ ومني غادي تجيو تضربني في المكتسبات ديالي ما طلبتش لك شي حاجه، ما طلبتش لك شي حاجه تعطيها ليا، تقول لي دوتاسيون؟ لا دوتاسيون كاينه غتعطيها ليا. كاين تفويج، تفويج خرج بمذكره، يعني الا بغيتي تسحبو خاصك تسحبو بمذكره، هادشي مساله قانونيه ماشي نطلقوا اشاعه على برا ونخليو النواب كيضربوا عرض الحائط والباشا كيدخل بيدي وبرجلي يعني في المقاطعات، ولا القائد كيتحكم في الموظف، يعني شيء خطير هذا لمس المكتسبات. زعما شي نقدر نقول لك لحد الساعه وحنا راه غاديين بخط تصاعدي في هذا النضال، كان حوار مرحبا حنا مع الحوار ولكن راه حنا مع النضال. ونمس بن الرحمن الرحيم، نقدم لكم السينر يوسف موظف جماعه المحمديه الكاتب المحلي ديال الاتحاد العام الشغال. هذه الوقفه هذه كتجي في الاطار ديال وقفات اخرى كانت قبلها، واللي لسوء الحظ واللي ما كانتش عندها نتيجه. ماشي ناس ديال الاضرابات وديال الاضرابات كتجي غير نتيجه لهاد الرجوع هذا على المكتسبات. الا كان حوار حنا مستعدين، اننا مستعدين لهذا الحوار ومستعدين نخرجوا بنتيجه ونمشيو نخدموا على وليداتنا حتى حنا. هادشي اللي كاين الاخ كامل نور الدين حاسيب كاتب العام ديال النقابه الديمقراطيه الجماعه الترابيه بمدينه محمديه. اليوم هاد الاضراب، الاضراب ديال 24 ساعه هو ثاني اضراب بعد الاضراب الاخير مع مسيره احتجاجيه. اليوم كنديروا اضراب محلي بوقفه احتجاجيه وبكلمات ديال كتاب ديال الاتحادات المحليه. الوضع اليوم اصبح كاكثر من الماضي، لان كاين هناك خبر عاجل وهو عدم قبول ملف ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه اللي كانت جدات في شهر ابريل، اللي الباشا مدينه المحمديه كيتجاوز الاختصاص ديالو وتيقول لك بان اصبح قاضي في مدينه المحمديه، تيقول لك على اساس خاص هذا الملف ما يكونش فيه المتقاعدين، مع العلم ان الرئيس الجمعي العام كما تبعتوا انتخب الرئيس اللي هو عبد ربه نور الدين حاسيب بالاجماع، وعطاو الصلاحيه لتشكيل المكتب. بالفعل تم تشكيل المكتب وبعد تعديل قانون الفصل من القانون الاساسي الفصل 3 اللي فيه المتقاعدين من حقه يكون في المجلس الاداري، جت الملف المكتب الجمعيات كيبقى عنده 3 ايام. كتغوت لي الموظفه كتقول لي تكلم السيد الباشا تيعطيني الملف تيقول لي كرفض الملف ديالك على اساس بان فيه متقاعدين، مع العلم ان الجمع العام هو اللي سيد نفسه، والوصل اللي كيعطيه الباشا وهو بناء على قانون الجمعيات الفصل 58 ماشي بناء على الوظيفه العموميه. اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه سمعوا العمال الموظفين بان احنا مقبلين على مشروع السكن، دابا كيتوقف من طرف سيد الباشا مدينه في صمت العامل اللي طلبنا منه التدخل لحد الساعه لم يتدخل. هذا هو السؤال الحقيقي، خصنا نشوفوا شكون اللي مسؤول على هذه المدينه. حنا ملي الباب مسدود امام مسؤولين محليين سوف نتجه الى القضاء. واليوم في الصباح جيت انا والمفوض القضائي لمصلحه الجمعيات والمحامي ديال الجمعيه اللي بغينا نوضعوا الملف اللي رفض يتسلموا الباشا. الان دابا غنرفعوا دعوه قضائيه
امام القضاء، لان هذا السيد الباشا الى بغى يحل الجمعيه، لان كنعرفوا بان الدستور المغربي اللي صوتنا عليه في 2011 الفصل 12 من الدستور تيقول بان اي جمعيه ولا اي نقابه ولا هيئه سياسيه خاصة الا بغات تحل الا بقرار قضائي. هذا السيد بغى يحل جمعيه الاعمال الاجتماعيه. السؤال الحقيقي هو احنا مقبلين على سكان، اشنو الهدف منه؟ الله اعلم. لان السكان بالنسبه للقانون دفتر التحملات فيه العمال وموظفين، ما يدخل فيه حتى هيئه اخرى. هذا هو الحمد لله، لان ذاك القانون ما خصش هيئه اخرى يتسلط على هذا السكن باش يستافد السكن. السؤال الحقيقي علاش الباشا ضد الاعمال الاجتماعيه؟ صيفط لنا مراسله قبل الجمع العام تيقول لك خاص الرئيس متقاعد، مع العلم بان الرئيس 9 سنوات هو متقاعد. اشنا هو حتى هذا الوقت بالذات تيقول لك الرئيس متقاعد، وعطاه وصل الايداع هو بالتوقيع ديالو في 2013. نفس الباشا عطاه الوصل الايداع. حنا مشينا درنا جمع عام وصوتوا على رئيس اللي هو باقي كيزاول المهام ديالو، ما قال لك ما نقبلوش ولو حتى في المكتب. هنا كيتبين لنا بان هذا السيد الباشا بان نيته مبيته من طرف الجمعيه الاعمال الاجتماعيه، وحنا كنطالبوا من وزاره الداخليه ومن المسؤولين الوطنيين على اساس باش يديروا شي لجنه وطنيه لتقصي الحقائق في هذه المدينه. وحنا اليوم هاد الوقفه وهاد الاضراب دايرين ندوه صحفيه، حنا غنوسعوا هاد الاضراب، لان حنا مدينا يدينا الحوار وباب الحوار مسدود. فين بغاو يصيفطوا هاد الناس؟ علاش كيقلبوا؟ الى عينهم في شي واحد يمشيوا ليه. اما هاد الشريحه وهاد المستضعفين تيصيفطوا مراسله بانهم محتلين وما باغيش يحلوا لي المشكل ديال السكن. اللي حنا على الابواب ديال الملف ديال التصميم باش نحطوه في مساحه التصميم، كيجي الباشا دابا حد الساعه الملف ديال الجمعيه واقف، امراض مزمنه واقفين الناس مراد، الناس توفوا متقاعدين وعمال توفوا، خصنا نعطيهم منحه، خصنا تعطيهم تعويض، لان دابا كلشي واقف والباشا هو مول هاد العرقله.